سمعتي؟ بدي اخذ خلص كل شيء معمول حسابي. المخلوقة غلطت وتابت وهذا العمل له ثواب. يلا روحي البسي جاكيتك وتعالي. الجو بارد والدنيا ما لك امشي بقى خلصين. طب يلا طوعي. طيب يا ادري بلكي حدا لمحني شو في ساوي ولك بقى بلك بيعمل. مشان هيك انتبهي منيح. سمعتي؟ انتبهي منيح. انتبهي منيح. يلا خدي البنت وروحي. يلا. ست ادري يا ست ادري. يلا روحي يا ابو مي لك روحي. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. شو جبت؟ بنت. هاتي هاي بدي اشوفها. ارتاحي صباح، ارتاحي. انتي تعبانة. جيبولي بنتي بدي اشوفها. البنت زرقاء ونفسها ضايق، أنا طالعة فيها لبرا شممها شوية هواء، خايفة تختنق هون. هاتيها بدي اشوف بنتي. يا صباح، انتي تعبانة ولازم تنامي. نعم. بس خليني اشوف. تقبري قلبي يا بنتي قديش انا تعزمت لحتى شفتك. زياد انا ولدت بملتي. الله يسامحك يا بنتي، شو هالكلام؟ شلون يعني ولدتي مرتين؟ أنا سمعت صوت بنتي وأنا عم بولد وتوشي. من كتر ما تعذبتي أنتي عم تولدي، صرتي تهلوسي، حسبتي حالك ولدتي مرتين. شو ست أدرية؟ الحق صبحية بالمرت الثاني؟ عملتي اللي قلت لك عليه؟ ايه. حدا شافك؟ لا. صبحية الله بيستر على اللي بيستر، ونحن عملنا عمل خير ولازم نكمله للنهاية. عشان هيك بدي منك تنسي كل شي صار معنا الليلة، سمعاني؟ بدي اياكي تمحي من ذهنك نهائيا. Thank you.
صباح الخير. صباح النور. شو وين تقدريه؟ ما بعرف، ظاهر لسه ما فاقت. شكلها فاقت. صباح الخير. صباح الخير. رح لوني عندك قهوة. صباح الخير. صباح النور. نور نور، قومي قومي. خلص كرم. لك قومي. خلص بقى، خلاص اتركني بدي نام. لك قومي، رح تشوفي شوفة طير النوم من عيونك. قومي شوفي. لك قومي تعي. ولك يلا قومي. فهمنا. تعي شوفي لي هالشوفة. لك ليك بوشك. ايش مغير سيارتك يعني؟ تفضلي. تيتي أدرية بتعرفك بتحبي السيارات الكشف، جابت لك إياها عادية. يعني هي لإلي؟ لك طبعاً لإلك. الله يخلينا ياك تيتي. يرضى عليك، أنت بتستاهلي أكثر من هيك. من طول عمرك بتعرفي تجرحي وتداوي يا أدرية. إن شاء الله ألف مبروك يا نور، فرحت لك من قلبي. الله يبارك فيكي، لو تشوفيها قديش حلوة. إن شاء الله ألف مبروك يا رب. تسلمي شكرتي. لو بعرف شو كنت أنا أخذكم على المشوار. ولا يهمك، ندبر راسنا. لوين العزم؟ والله يا تيتي حسيت إنه الولاد ضايق خلقهم، فوعدتهم أخذهم مشوار. لا. لحقي لحقي، هلقيت. شو هي الليلة؟ هلقيت بين الست الكبيرة والست سنة. ليش شو في؟ ما بعرف. تعي. تعي لهون، احنا ما دخلنا بشغلك. طب خلينا نتفرج. لك شو عشو بدنا نتفرج؟ اشتغلي. لا اله الا الله. يلا مريم. بس يا تيتي الاولاد متعودين كل عطله. يا سنة انا حكيت كلمة. تيتي انا. اطلعي على غرفتك. اسمعي الكلمة، اطلعي بعدين بنحكي. اي ماما خلص، انا ما بدي اروح على جنانة مثل ما قالت تيتا أدرية. يلا رامي تعال نطلع على فوق. ما بدي العب، بدي اروح مع ماما. خلص بعدين بنروح. يلا. سارة شو هاد اللي عملتيه؟ وصلتني فيه. ما عم بفهم عليكي. ليش بالبيت لازم تصبري لتيتا أدرية؟ مو هاد كان كلامك؟ حتى لو حرمتكم من الطلعة من البيت؟ لا تخافي، بكره تيتا أدرية لحالها تخلينا نطلع من البيت. عم يصفي شغله وراجع على البلد. يعني اكيد. طيب أدرية، انت شو مفكره تعملي؟ قصدي بدك تخبريه بقصه صباح؟ كل شيء بوقته بينقال. يعني برايك ممكن؟ على كل حال نحن لازم نتربى شوي. بتعرفي رجعت أدري على البلد مو بمصلحة حدا أبدا. خلص خلص نكمل بعدين. عن إذنك. ألو؟
كيفك صباح؟ أنا جاي لأطمن عليكي. هلأ يا ميت أهلين وسهلين. إيه والله أنا ما وسعت البيت من حتك بعيوننا. إيه بتنوري بيتنا يا أم وحيد. لا أيوة هو مدى تروح ليك بغرفتها. إيه على راسي من عيوني. الله معك نعومة. نعمة ماما حبيبتي. نعومة أنا نعمت أنا من غيري أنا قلبي اللي ابتلى بعيون حلوين رقصني أنا دلعني أنا نعمة نعومة لك أهلين يا ماما. إن شاء الله بتقبري قلبي. إيه والله رعبتيني أول ما فت على غرفتي. قلت شو جاب لي في العتنا. شلون شايفتيني يا ماما؟ مو هيفا وهي بخمسة منطة؟ إيه وأحلى منها والله. بس يا ماما شعر هيفا مو كان أقصر شوي؟ بلا كان أقصر. اي والله كان قصار. اي هلا بقصرها شوي للبوستيجة. اتركينا من البوستيجة هلا واسمعي هالخبرية. لا تقولي طلعت جارتنا فوزية؟ ولك لا لسه ما اجاني خبرها، بس هلا بتصل بسعاد وبسألها شو صار معها مع جوزها بعد ما دق هديك القتلة حشكو لبك. ايوه. اي لك شو الخبرية اليوم يا عمو؟ اتصلت عمتك أدرية وقال جاي لعنا زورنا. يا الله. يو شو بكي؟ إيه والله بعرف إنه بتنبسطي بجايتها لعنا وخصوصاً إنه بتجيب لك شيء وشويه. لك بنبسط يا عمو بنبسط، بس نسيتي إنه اليوم الحلقة الأخيرة من المسلسل. إيه والله معك حق، رح أتصل فيها لكان وإلا. لا أيوه شو تقولي لها؟ إيه والله بتزعل عمتي إذا عرفت إنه أجلنا جايتها مشان المسلسل. إيه والله بتزعل. معك حق، هلأ بتزعل. لكن وينك يا عمو؟ وروحي ظبطي لنا هالفيديو وسجلي لنا الحلقة، والمسا بس تروح عمتك أدرية بنقعد على رواق وبنشوفها. ايوا على نافوخي يا عمو. قال هيفا ايه والله احلى منها. يلا يا منى عم بعجيلك شوي حبيبتي. هلا بتجي عندك بتعرفي يا عمو بتجي بتخلص الخلص لحتى يلا يا عمو انت ما عليك انت بلشي وانا لحقتك فورا. يلا حتى لو حرمتكم من الطلعة من البيت؟ لا تخافي بكرة تنسي أدريها لحالها تخلينا نطلع من البيت. بس يا بابا أنا كتير خايفة عليك. لا بابا لا تخافي أنا ما فيني شيء. أجرشك صافي بابي؟ إيه خليه يتفضل بابا. أوكي. اسمعيني ساري لي أنا ما بدي خلي أي شيء يأثر على دراستكم. أوكي بابا. شدي حيلك. أنا كتير بحبك بابا. خلاص يلا قومي 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 على دراستك. أوكي. يلا شدي حيلك. اسمعوا لي يا سيدي. يلا بدنا عاصي. إي هو عاصي. شو؟ نور فيكي شيء؟ حسي حالي مخنوقة شوي. افتحي الشباك خدي لك شوية هوا. الو اهلين تيتا. اي ركبتهم كلهم تيتا. اي انا هلا بالسياره مع. اوكي حاضر حاضر ماشي. كرم في شيء؟ لا ما في شيء تيتا بدياني. لا يا الله خلنا المشوار. خلص ما نشوف مره ثانيه. Thank you.
على كل بكرة نشوف الدكتورة رنا ونعرف بالضبط شو بدنا نسوي. سيدي مبيني شو الاحتمالات بين ايدينا، يا أشعة يا تدخل جراحي. هلا عينا بي كل عمرنا منقول انه خلي الاختصاصي ياخذ قراره، بعدين الحمد لله يعني لسه حالتك مبكرة في وقت. مزبوط تعرف صحيح نحن بنعرف بهي الشغلات إلى حد ما، بس بأحيان كثيرة ما بنقدر نعمل شيء. هلا أنا ما راح أقول لك تتشجع كونك طبيب وبتعرف هذا الشيء، بس الحمد لله عمليتك مجرد استئصال ورم صغير مو استئصال حنجرة. ونبيل بدي ذكرك إنه المرض نصه وهم. نصه وهم؟ لك يا رجل هي حقيقة 100%. شبك نبيل هذا الكلام كله ما بيفيدنا هلا، خلينا نفكر شو لازم نساوي. لك أنا صرت مشارك بعشرين مؤتمر مشان التوعية ضد التدخين، شو كنت عم أضحك على حالي؟ مثل بقلن للعالم هذا سم وأنا بشربه. والله الظاهر إنه أنا كان لازمني توعية. يا نبيل اللي صار صار، خلينا نتعامل مع الموضوع هلا بكل حكمة. مزبوط لازم نتعامل معه بكل حكمة. يا أهلين وسهلين بالدكتور صافي. أهلين مدام أمر، كيفك؟ شايفه؟ ما بقدر اتركه للدكتور نبيل، اذا ما اجى لعندي انا بجي لعنده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وفيك. هي خلص المشوار. ايه بس بكره بدك تاخذنا كمان. طبعا تكرم عينك يا سلام. يلا زلي. أهلا وسهلا مازن، كيفك؟ مرحبا. أهلا مازن، وينك يا زلمة؟ من زمان ما عاد شفناك. والله مشغول يا المعمل. كيفك؟ مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيفكم؟ شو ربك السيارة؟ الله يبارك فيك، باركونا صاحبتك. أوكي. مرحبا. أهلا. لا تعيوا لنسيتكم رامي؟ لا ماما كثير اشتقنا لتيتا. انبسطتوا؟ ايه انبسطنا كثير. تيتا شكرا كثير على اللي جبتينا. يخرب بيتك شو قولي؟ ان شاء الله تضلوا مبسوطين. تيتا ممكن تجي معنا المشوار الجاي؟ جد بنكون مبسوطين هيك اكثر. ليش بتقدري ما تحبيها؟ رامي نحن اليوم عاملين جمعة احتفالا بسيارة نور، بقى فيك تشرفنا استاذ مازن. يا رضا اللي عنا للمساء. ما بعرف شو لك بس حقيقة ما بقدر. لا حبيبي بتقدر، بيجي اكيد. بيجي. خلص ناطرينك. يلا باي. لا تتأخر. يلا باي باي. يلا معنا. حسيت حالي ارتحت. احكي لي شو صار معك بالضبط. بصراحه طلعت من عندك وانا لاني مصدق ولا مقتنع باللي قلته، لاني صرت اقول بيني وبين حالي شو دخل اللي قاله، بوجع ظهري. طيب قلت لحالي طيب خلينا نجرب شو بتخسر. جرب مثل ما قال الدكتور سامر، فت على البيت، طلع بالبيت هيك شفت الاولاد شو عم يعملوا هن والمراه وعم يشتغلوا، حاولت اسالهم شو بدهم بدون ما ادعي. تعرف شو صار؟ استغربوا وتفاجئوا لأنه ما متعودين يشوفوني بهالحالة. ايه تاني يوم صفيت السيارة وقلت بتمشى شوي بهالسوق بعمل لي فتلة، لما شفت كنزة حلوة قلت والله هي خرج مرتي اشتريتها، ورحت على البيت فتحت الباب وفت مثل العادة. ما شافتني مرتي معصب مثل العادة ولاني تعبان، طلعت فيني وتفاجئت. قلت لها خيد هذا الكيس إليك. أخذت الكيس من إيدي فتحته، شافت كنزة حملتها وقعدت على الكنبة هاي. قلت لي عدنان فكرتك نسيتني. قلت لها شو مشي منين؟ قلت لك يا مرة أنت حبيبتي. تعرف يا دكتور إنه بكيت وبكيت أنا مع هادان الأولاد، بس بدي اهرب. قلت لهم يلا ضبوا الغداء، ما نطلع نتغدى برا بشي محل بالبساتين.
ناكل هنيك وننبسط. ما صدقوا عشر دقايق كانوا جاهزين لانه بيعرفوا انه انا عندي دوام مسائي. اللي بده يحملني، اللي بده يطعميني، اللي بده يسكب لي، كله حد صار بهاللحظات الحلوه الجميله. دكتور بتعرف شو؟ انا نزلت حمل على ظهري. شكرا لك دكتور. ناوليني الصحن من عندك. يسلم. عاملين ايه النهارده يا حلوين؟ خلص المسلسل يا مو؟ خلص يا مو، ويا ريته ما خلص. شو صار بيحيى؟ هذا يا يامو لما راح يحيى حتى يدور على مرته شيرين اخذ معه بنته وبلاد تقيمون وبلاد تحطهم يا يامو، قام وقف عند الكازيه حتى ياخذوا شيء يشربوه، ترك بنته بالسياره. قام مين اجا؟ اجتين وخطف بنته وهرب. هو شاف لك يحيى الشوفه يا يامو وطلع وصار يصرخ يقول وين اخذتها؟ وين اخذتها؟ ركب لك بهالسياره يا يامو وصار يشفط وطار وراه بالسياره وهو يصرخ يا يامو. ايه وشو صار؟ شو صار يا يامو؟ صار يبكي ويصرخ ويقول لك وين رحتوا؟ مين هذا اللي اخذكم؟ جوعانين، عطشانين، نحسانين. ايه امي وبعدين؟ وما خلصت لسه. لما فات كمان يحيى على المستودع مين شاف؟ شاف بنته ومرته مربطين. اجا من وراه دايم وضربوا على راسه. قولي على قامتي، ايه وشو صار؟ خلصت الحلقه يا يامو. يبعت له حمى هالابن الحرام. شفتي يا يامو شفتي؟ تعي نعومه، تعي ساعديني امي تعي. اخ يا يامو، والله ماني مصدقه ايه ما تيجي بكره لحتى اعرف شو بده يصير بالمسلسل، والله كثير حلو. يا بسام، ما في حدا بالدنيا ما عنده قصص ومشاكل. وانت بالنهايه ما دعست للمخلوقه بقصدك. يا اخي كمان انت بالنهايه ما بصير تعمل بحالك هيك، يعني لا تنسى انه في عندك اهل. لك انا ندمان، والله ندمان. فكر بأبوك وأمك، حرام عليك، لازم تطلع من غرفتك ومن هالحبسة اللي أنت فيها. ولوين بدي أطلع؟ تطلع لبرا، عالحياة. مين هاد اللي فاهمك الحكي؟ كيف يعني ما عاد في حياة؟ مين اللي قالك إنه اللي صار معك هو نهاية العالم؟ معنا وانت رجعت وحبست حالك بالغرفة. أسامة اطلع من غرفتك، نحن بحاجتك معنا. اطلع بقى اطلع. وينك لهلا وتركي كل الشغل فوق راسي؟ اه الله يبارك بس النور وجيب القدمه كبون. ها وليش معصبه ومتضايقه هيك بقى؟
والله لك صبوحة مو معقولة، والله مو معقولة. من يوم اللي صار فيها اللي صار وهي عم تدلل تغناج وهي من دون شيء، يا أرض اشتدي ما حدا قدي. ولك أنت مستقلة اللي صار فيها، مستقلتي؟ إيش أول وحدة بصير فيها هيك؟ في كتير بنات بصير فيهم هيك وما حدا بينتكشون. ولك يا بنتي مو وقته هالعلاك الفاضي هلأ، مو وقته، مالنا فاضيين له. لسه دلال دلال، من دون دلال الست نور ما حدا بيقدر عليها. روحي روحي افتحي الباب وبلا هالعلاك هلأ، روحي. جاي جاي هاش طنطنا. مرحبا. أهلين، شو هاد؟ هاد قالب جاتو توصالي للأنسة نور. هذا كله قالب جاتو، حط إيدك معي. فوتو فوتو. يعطيك العافية. تفضلي كاتو للست نور ولسيارة الست نور. ولي إذا العلبة هيك كيف الكاتو لكان؟ والله نحن بشر كمان، ليش ما بيجيبوا لنا هيك شغلات؟ ولك حاجتك نق بقى. هلا أنت لو تركك عريسك بيوم عرسك كنتي بترضي بكم باقة ورد وقلبين جاتو؟ وسيارة مثل اللي بتطلع بالأفلام؟ وسيارة يا ستي مثل اللي بتطلع بالأفلام، كنتي بتنسي عريسك اللي تركك؟ بتنسيني يا بتنسيني ابو والسيارة بتجيب عريس، بس العريس ما بيجيب سيارة. والله انا جاية على بالي سوقة للسيارة، عم بحلم اني سوقة وحط ايدي هيك على الدركسيون وانزل فيها على سوق الخضرة وروح زور قبر امي. مريم اصحي لا تقومي تهوري. اصلا نحنا محترين ما بيصير نحلم. ولك نسيتيني حبة ست ادري. دخيني خذي لها الحبة وشكينا بالصينية ترمدي. بركي صار لها شي صدمة نفسية. الله يعينك، إذا لسه لسانك ما رح يوديكي بمصيبة ما رح تطلعي منها بحياتك. دخيليك يوديني، مو أحسن ما أكون شايفة وغاصة وساكتة مثليك؟ صحة ومرض. أنا جاهز ديتي. لا تستنوني على الغدا. بابا وأسامة معنا على الغدا وبدك يعني ما دللون واستكبرون الأكل بنفسه جلالة أدري. أي ما يبقى. فضل بابي. أنت حاش هروش. مامي. معلش حبيبتي أنا بصب صبي إليك ولأختك. طيب أوكي. ساسي. واحد. اثنين. بكفي هيك ما؟ لا بابا بس هذا الشيء مو صحيح، لأنه إذا حدا عنده امتحانات لازم يغذي حاله منيح. معلش بابا أنا مو كتير جوعانة. شو مو كتير جوعانة؟ لازم تاكلي. شو هالحكي هاد؟ خلص خلي البنت على راحتها. لشلون على راحتها؟ هذا ما بيجوز، بيضرها. لا معلش ما بصير لها شي، بتتحمل لا تخاف عليها. شو هالحكي هاد؟ دايمي على راحتك حبيبتي. ماما كأني شام بريحة الدخان، ما هيك سائر؟ يو منين تجي ريحة الدخان؟ إيه أبوكي من هداك اليوم مع الدخان. يعني بابا بطل تدخين؟ مرحبا لك يا ميت. أهلين وسهلين، إزارتنا البركة والله يا موحين. كيفك يا أم نعمة؟ أنا بقلب خير من الله.
ونعمت دائما بتدعي بسلامتك دايما الدوم، وبتقلي قديش انا مشتاقه لعمتي شوفها واقعد معها. الله يخلي لك يا يا محيط، لولا هالبنت ابصر شو كان فيني. الحمد لله اللي الله طعمني اياها. وينها هلا؟ ليك بغرفتها. نعومه، نعمت ماما جاي يا عمو جاي. لك شو عاملة بحالك؟ عاملة مثل ناسي عشرة بكليب. يا سلام، مو حلو؟ ما بشوف تلفزيون. تعال 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 حقيني عادي هون. بس حلياني إيه هذا كله من خير الله وخيرك عمتي، ما بيغلى عليك. الله يخلي لنا إياك يا رب. فيكي جيبي لنا الدجاج من الفرن. يا أم نعمت والله معذبين حالكم كتير. إيه عذابك راحة يا أم وحيد. إيه نحن بهديك الساعة اللي تيجي لعنا وتنوري بيتنا. عمتي أعطيني صحنك خليني أسكب لك. بدي محاشي. إيه نعمي حطي هالكباية هي عندك. محشي وكباية يا أم نعمت لك كتير طيبين. هلا بتشوفي هي كمان. تفضل يا أمي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. تفضل. جاكي جيبي الباكيت. بالله لك ليكي بلاها. لا يا مو انا رايحه اشق على قالب القاطو بيكون سوا. ايه تقبريني جيبي لنا معك موالح وتيفور. ايه الله بيقبروني عيوني. شايفه يا ام وحيد شلون صايره صبيه وعروس. الله يفرحنا فيها. بس اخ يا ام وحيد لو كان ابوها هون لكان شافها شلون صايره صبيه. ابوها راجع. شو قلتي ام وحيد؟ عم اقول لك ابوها راجع. شفتي حكيتي معه؟ لا ابنه سامر هون وطمني عنه. ابنه من هديك مو هيك؟ هلا هديك الله يرحمها صارت تحت تراب. مرته ماتت؟ يا على قامتي كيف؟ بحادث. عم اقول لحالي ليش راجع؟ راجع بعد ما ماتوا حبايبه هنيك، راجع يشوف حبايبه اللي هون. المهم انه راجع. لا مو مهم انه راجع، روحته كانت بايده بس رجعته مو بايده. يا صباح عقلي. شلون بدك يعني اعقلها؟ واخوك تركني وسافر وانا حبل بنته. سافر وهجم البلد كلها. اسمعيني منيح، ادري ما كان بيعرف انك انت حامل لما ترك البلد وهاجر. وشلون بده يعرف؟ هو سافر بدون ما يترك خبر او يبعث رساله يطمن فيها على مرته اللي تركها عروس بعد اسبوعين. يا صباح الغايب حشته. ما شوفي يا مو. اسمعي قال ابوكي راجع. ابي راجع؟ عن جد يا مو ابي راجع؟ شربت قهوتك نبيل؟ ايه صحة وهنا. على قلبك حبيبي. عم فكر هيك بركي انا وانت هيك بعض الظهر. الو اهلين روعة. اهلين حبيبتي. لا والله بس مشغولة شوي ماني فاضية. لا مو تجميل بس قاعدة شوي انا ونبيل عم نحكي. الله يهنيكي. في شي؟ لا تيتا اشترت سيارة لنور؟ يا عمي اياما. لا انا ليكي ما رح اقدر اجي، ما بدي اترك نبيل لحاله. امر روحي انا ما فيني شيء. خلص انا ببعت الاولاد بس انا ما رح اقدر اجي. ايه امر
روحي. اوكي حبيبتي يلا منحكي. يلا باي باي. ليش ما بدك تروحي يعني؟ انت اليوم الصبح ما طلعتي بالبيت، يعني ما حلوه بحقك. لا حبيبي بدي اقعد معك. ايوه ايه بابا كيفك؟ انا منيح ماشي الحال. لا لا منيح منيح. ايوه عمتي منيحه سلم عليك. اليوم المساء نازل اسهر عندهم. ايه معزوم على العشاء. طيب خبرها اكيد. طيب حبيبي يلا مع السلامه. باي باي. ليش بقى ما بتكون تروحوا على بيت جدكم؟ ماما كيف بدك يعني نروحوا؟ بابا تعبان. أبوكم ما فيه شيء. بعدين نحن لازم نتصرف طبيعي حتى ما يفكر إنه نحن خايفين عليه. يعني ماما غلط نخاف على بابا؟ لا ماما طبعا مو غلط، بس أبوكم ما بيحب يبين ضعيف قدام حدا. بقى نحن ما لازم نغير حياتنا حتى ما يحس إنه نحن خايفين عليه وشفقانين عليه. يلا ماما قوموا روحوا على بيت جدكم. ماما نخبر بيت جدي على اللي صار مع بابا؟ لا اوعكم تخبروا حدا لحتى نعرف شو بده يصير. يلا ماما قوموا غيروا ثيابكم وروحوا. يلا. شلون يعني؟ ما فهمت يا مو. شلون يعني ابي ما بيعرف انه عنده بنت؟ Thank you.